السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكلمت كثيرا عن هذا الموضوع، هو موضوع تساقط ثمار التين وهي جافة. الثمرة تسقط وتكون شبيهة بالإسفنجة، جافة تماما من الماء. طبعا قمت بعمل تجربة منذ مدة، وهي بزيادة عدد الريات للماء وتم نضج بعض الثمار. طبعا استمريت على هذه التجربة وهي بزيادة عدد مرات الري، وتم أيضا نضج بعض الثمار الإضافية. طبعا سبب هذا النوع من التساقط هو سن الشجرة، أو بسبب إثمار الشجرة. الشجرة تثمر في غير وقتها الصحيح، وغالبا هذا التساقط تكون الشجرة تثمر في الشتاء، وإثمارها الحقيقي هو في الربيع وينضج في الصيف.